دعوتي الكريمة من السيد الرئيس المنتدب، لبينا هذه الدعوة للحضور في هذا الحفل البهيج الذي يقام سنويا في هذا الصرح القضائي الهام. وبطبيعة الحال استمعنا بتمعن لخطاب السيد الرئيس الأول وكذلك وكلمة السيد الرئيس الأول وكذلك السيد رئيس النيابة العامة. السيد رئيس السلطة القضائية بطبيعة الحال تحدث عن الشأن القضائي بحكم مهامه المزدوجة سواء كرئيس هذه المحكمة محكمة النقد وكذلك رئيس السلطة القضائية. أعطى بعض الإحصائيات، أعطى بعض التوجهات المهمة لمحكمة النقد التي أكدت حقوقا وأبدعت في حقيقة الأمر في مجموعة من القرارات الهامة أو القرارات المبدئية كما يعبر عنها. بطبيعة الحال ملاحظاتنا ستكون ملاحظات بعد الاطلاع على تقرير مكتوب، وسنوجهها للسيد الرئيس الأول وكذلك السيد رئيس النيابة العامة. نحن نتمم المجهودات المبذولة ونسعى كمواطنين مغاربة أولا وكهيئة الدفاع إلى تحسين وتجويد العمل القضائي بصفة عامة حتى تكون محكمة النقد في مستوى محاكم النقد في الدول المتقدمة. شأن القضائي ليس خاص بالقضاة كما جاء في خطاب جلالة الملك، وهو شأن عام. والفائدة من هذه الجلسة والتي لا تنعقد إلا بدون جلالة الملك هو إطلاع رأي العام على منجزات القضاء خلال السنة الفائتة. عن السنة الفائتة ب 16%، إنتاج كل قاضي، ما أقول كل قاضي يعني قضاة الاستئناف والمقدم، ازداد ب 18%، معناه أن قضاتنا جزاهم الله خيرا بدلوا مجهود استثنائي هذه السنة. خصوص التعيينات الجديدة. التعيينات الجديدة كما قلت عينا بعض المسؤولين في المحاكم الصغرى، خاصة المحاكم التي تم إنشاؤها، من بعض من كان مسؤول من قبل، والبعض 16 منهم أو 17 مسؤولين جدد منهم بعض القضيات. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.